اثنين كيو. بعد مسيرة ست ساعات من بغداد الحبيبة إلى أرض كردستان الجزء الذي لا يتجزأ من العراق ومن مدينة حلبجة مدينة الشهداء ومدينة العطاء، اليوم كان عندنا زيارة ولقاء مع أحد التقنيين الزراعيين في هذا الإقليم اللي استطاع أن يطوع التقنيات الزراعية لإنتاج محاصيل متنوعة والحقيقة بطرق غريبة، كل طريقة من أدها تستحق أن تسجل كبراءة اختراع لأنها الحقيقة تساعد في تقليل الاستهلاك المائي إضافة إلى إنتاج أنواع متعددة وغريبة من النباتات. الحقيقة راح تكون هاي الحلقة هي بها نوع من المفاجأة اللي راح تطلعون عليها إن شاء الله، ونستقبل بكل سرور الأستاذ آزاد محمد عبدالله صاحب هذه المزرعة وصاحب هذه الأفكار النيرة اللي تساعد في تقنين استهلاك الماء إضافة إلى استنباط تقنيات زراعية جديدة اللي يمكن تطبيقها في الوسط والجو. أهلاً وسهلاً أستاذ آزاد، ونشكر دورنا المترجم كذلك الأستاذ سربست مسؤول حركة رئيس حركة السلام في إقليم كردستان، الإنسان الرائع اللي عن طريقه قدرنا نوصل. أهلاً وسهلاً أستاذ آزاد، ونرحب بك في برنامج العلم للجميع. وهذه المزرعة الرائعة بكل أجزائها إن شاء الله راح نسوي جولة وراء هذا اللقاء نطلع على ما نشر عنك في مجلات عالمية ومجلات محلية، أصبحت حديث الحقيقة للكثير من التقنيين الزراعيين. أستاذ آزاد، متى بدأت الفكرة اللي مثل هكذا مزرعة و شنو الأساليب اللي استخدمتها؟ بكي أم بيرو شكوت الخيار كي تاسي بيكو من تقريبا خويا نزان بشهر شهر كي نجلس بيا خي كورساني قلتو وكاتي مع واري إيران لو كاتي تلنيش حزم كشوية قوتي ملتا كم كم بس كم باحيس كم بس كم تعقيد ابنه تقريبا بس بيان هو سي سالة شي من خليجي مش 25 إلى 30 سنة يقول قبل شان نحن مهاجرين من نعم بين الإيران. نعم عمر رجعت لتفكر بشيء يعني قبل 25 سنة. نعم شلون بدأت الفكرة؟ أنا شلون وشلو على الخيال أو بيمشتا سيري بكرت هالروجي وإيما كنجي كاين أواري ولاتاني مش حزم كبدا وكو ولاتاني إيمش أعزال بين وبرو مكاني خومان خومان لأنه أخوي خومان أزيادي كاين وأفكراني فكري خومان إلا فكري دراوي يقول أول شيء نفكر الثاني طالع على منا ومنا شفت لازم الإنسان يعيش على نفسه ما يعيش يعني إلى متى العراقيين يعيشون على الدول والجبن ويعتمد على حلول ذاتية أعتمد على نفسي وأعلم الناس الحلول الصنيعة من أي إنسان عراقي أو حتى بالوطن العربي أو عالميا أنا اللي أدري أبيك صدى عالمي بالسويد وفي ألمانيا وفي فرنسا كذلك وتم دعوتك لهذه الدول لغرض الإقامة واستغلال هذه الخبرات الرائعة ولكنك الحقيقة رفضت وطلبت أنه هذا العطاء يكون بلدك. سمعت أنه أكو عندك واحدة من التقنيات الزراعية أكو شجرة بها 41 نوع من الثمار على جذر واحد. وزرتي في هنا كنتو بين اللي خدتو كشوميك بربكي. من خل أمير بشوين أو عائلنا برون بيد وزمو. يعني أفتر عليهم يعني على هاي العائلة الزراعية. نعم. إذا كم لك نوع تايست بدينك أو بتشي أخوة من الصاوي يست غلوب زيادة كدوبو سيرو هرمي وأوانين كبيد وزمو. فواكه وأكو خضروات خلينا نقول يحتاج إلى ورود. نعم. جنب الفواكه. بس جبت أزرع الورود وياهم. نعم. أنا حسب التقارير اللي قرأتها عن جنابك الكريم، نحن بعدنا ما طلعنا على المزرعة، إنه
هاي التقنيات هي تقنيات تطعيم بس بطرق حديثة وطرق أنت تسميها لحام أو كذا. أو اللحم. بلى من وقت أن يدرس بوبان جوايا. مثل أسبوعين. شو مثلاً أبره ودكتور كان تقنيات. يا كجيتو. يقول أصلا إذا جرى جيب الدكتور شو يسوي خيط. أها. يقول أنا هم أريد أخيط. نفس الشيء مثل هذا. نعم سوي. تمام هنا مثل هذا راح يقول له اوكي اذا عربي زين اي راح يقول له العربي نص ونص ايش راح تقول له ما ادخل هناك تبويب بالضبط ما كانش عربي صح فقال له نص ونص ايش اسمه قال له اذا اذا طلعنا جوله كمل لي عربي نعم. الك ستار اذا استاذ هذا انه لا لاحظ انه العربيه مالتك زينه طبعا مشكور استاذ سربس عن سرجبس بس لاحظ انه اقدر اتفاهم معك مباشره اضافه لوجود استاذ سربس ان شاء الله من نطلع للمزرعه اريد شرح وافي لان الحقيقه كل اللي احنا سوينا مقدمات لهذه الحلقه والكثير من الجماهير متشوقين لرؤيه مثل هكذا امور وبالذات هكذا تقنيات زراعيه غريبه ف بالنسبة للري كل أنت مستخدم الري بالتربية. شيء مثلاً شيء إشي سهل بيو أو كم صرف كامل الري يعني؟ أنا أشتغل على المي القليل. ما نعم أنا أسميها عدو الماء. طبعاً هي أكيد إحنا وجعنا من الماء كل شيء حي بس دائماً الماء من يزيد عن حده يصير ضده. كذلك الإنسان من يشرب كميات كبيرة من الماء يصير بيتسمم مائي وتشبع النبات كذلك. النبات كذلك نفس الشيء نفس الشيء دكتور ماي أحلى من نفط نعم ماي إيه أحلى يعني أحسن من نفط أها الماء يقول بأهمية النفط صحيح طبعا إحنا بسبب المائية مع الأسف بسبب السياسة المائية لدول الجوار اللي هي إيران وتركيا أعتقد بالمستقبل لازم إحنا نعتمد على نفسنا وكل قطرة ماء يجب أن نستغلها وهذا ما فعلته أستاذ آزاد وإذن إحنا ليش نتكلم نطلع للمزرعة نشوف الحقائق على أرض الواقع ونستمتع بهذه الزيارة في مدينة حلبجة ومع مزرعة آزادي وحضور أستاذ سربس كات